يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر وعلى كافة الأنحاء. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على معظم محافظات ومدن الجمهورية وفي عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية. Thank you.